يلا مساء الخير مساء الخير مساء الخير. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير دسم، هو موضوع العرس اللبناني. العرس بلبنان دقاء أسد. أول شيء أسأل شيء ببلش العرس، أنه وقت يوصل لك الكارت على البيت قبل تتشرف مثلا عائلة آل كيروس بيحطوا لك نوما هنيئا لأطفالكم، وكل عرس بروح عليه بلاقي أكثر من 27,000 ولد بقلب العرس. بالكنيسة بالكنيسة كله عم بيبكي، كل العالم عم تبكي هلأ، كلهم عم بيبكوا كرمال سبب معين، وأصحابه للعريس عم بيبكوا حرام مات اتجوز بعده شاب، بعده شاب اتجوز زلمة راح عليه. هلأ في عندكم قوانين بقلب العرس اللبناني، إذا العروس دافعة بتلاقوا 5 أشخاص وإنت كعريس، بس إذا العريس دافع ولك في كيوسك بظهور الشوار، في واحد بظهور الشوار الكيوسك بتلاقيه موجود، كله بيجي ناس ما بتعرفهم شايفهم يمكن مرة على الفيسبوك تلاقيهم موجودين بالعرس. أجمل شيء وقت المطعم تفوت على المطعم بيقولوا لكم كلمة واحدة وبيغلطوا فيها، أنه تفضلوا على البوفيه. عطول عطول بكل عرس في عندكم واحدة هي اللي بتركض أول واحدة تكون حاطة كاسك ويلا أي مايكل شوماخر ما بيلحقها مايكل شوماخر F16 ونازلة. كنا مرة بعرس، بتعرفوا شو هو الحيوان اللي بياكل فوق شبعته؟ رفيقي وقت أخدته معي على العرس. فلتين فلت كأنه ما كل شيء ببلش كتر منه، هذا معتقده بالحياة. في مرة كانت معنا على الطاولة، بتعرفوا أنتم بالعرس بيقعدوا عالم ما بيعرفوا بعض على زيت الطاولة، والويترية اللي كانوا إنه ما كان شكلهم كانوا مبينين نزيم من الجرد إنه كانوا مين بدهم يشتغلوا هيك، وهي كتير سوفيستيكية يعني كان في اثنين كونترير ضد بعض بشكل مش طبيعي يعني. أما إجت المرأة هي ترو ستوري صارت، قالت له المسيو، قالت له سوري في دبليو سي، قال أعطيني 5 دقايق بيكون عندك. وبتوصل أهم بارت بالعرس اللي هو بارت شو؟ بارت الرأس. كنا قاعدين بسلام داخلي بتسمع هيك غنية فجأة، ما بعرف الفنانة شو عم تحذرنا من وراها، بس الغنية بتقول اسمعوا مظبوط. عيونه بتبكي لون أخضر على أزرق مايل عسلة، لون الأخضر على أزرق مايل عسلة. شو عم تظهر شو عم تظهري مع حربية أنت بيتغير لون لون الأخضر على أزرق. والبارتي الأهم أهل العريس بالرأس يا عيني يتمجد اسم الخيلي. البي بيكون بتحسه طلع له قرق البي قد منه دافع مصاري صراحة، وعنده باو واحدة بيعمله. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك. أم العريس أم العريس بتكون سافقة البرزة فول ميك أب، عطول عم تضحك بتحسوه عمار حوري ما بعرف ليه هيك هيك، وعندها كمان باو واحد. يلا مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة. لشبين لشبين بيعقد، لشبين بتحسوه زلمة كتير مثقف معلم خريج السوربان، وعطول نقطة ضعفه غنية واحدة. وبتوصل لأهم بارت بقلب العرس اللي هو الشبينة. الشبينة أكيد مبرطلطة لأختها إنه بليز البوكيه لإلي، البوكيه لإلي، الميات بتزطيهم عجنات ونفلين بس البوكيه لإلي، زدت على اليمين. عم تعمل بإيديا وبإجراء هيك بس كرمال تبين إن هي أجمل من أختها. أنا بعدني عزبة. هلأ الشبينة في عندها كاركترستيك، قبل 12 بتكون شي وبعد 12 بتصير شي. قبل الساعة 12 بتحسوها كتير مسقفة، ما بترقص إلا على شي إسبانيول إيطالي. لاشاتمي كانتاري كون لا كيتارا إيمانو. بس بعد الساعة 12 يا عبدو طلقني طلقني يا عبدو هيك هيك هيك. وعندهم شغلة بيعملوها هيدي الهيك هيدي بتحسوا في حرارة عم يطلع من وين الشبيني. خلاص الموضوع انه يعني اذا بدكم جربوا قد ما فيكم ما تتجوزوا، لانه رح تاكلوا نقد نقد اللي سمعته باخر عرس،
زلمة دافع $300 على الشخص، $300 على الشخص، بتلاقوا مرة بالزاوية، معقول هيدا درس العقل تبع الشاف كيف مسوس؟ معقول؟ كيف عرفوا انتم بخير؟